ننسى الأيام الصعبة وبالمحبة اللي مش راحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين أفراحنا. ورد وبحر ونارنجي أحلى الأسامي، زينة الحارة فرجي الياسمين الشامي. الندل بيزرع فني يحصد شر الندالة، والعز بيرجع للي عنده حكمة وأصالة. واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله، واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله. الله 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 بالصبر بيتحلوا، بس العوائنية رح ينهانوا وينزلوا. والخاين يا ويل ويل ويا ويل من الله، والخاين يا ويل ويل ويا ويل من الله. الله 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 العقيد. وين بقيين؟ ليش لهلا ما حدا ويان؟ جايين بس لسه بكير على اتفاقنا. لك مو لازم يكونوا من بكير هون لحتى فهم كل واحد شو تساوي. اكيد عم يودوا عيالهم لانه عاملين حسابهم ما يرجعوا الا يا قاتل يا مقتول. اذا هيك الشغل بنستنى. روح اعمل لي فتله حوالين حاره الضبع وارجع. روح. ايش يا عقيد؟ مساء الخير يا ابن حكيم الحارة. ابو جودة حن قلبه عليك وسمح لك تاكل. مع انك ما بتستاهل. بس شو بدنا نسوي؟ قلبه حنون. طيب. قوم خودك لا تقوم. ابوك بعت لك شاكرية وبرغول. بس بدك ما تواخذنا ها؟ الشرطي هو جاي وقع ومكبوا شافريات معه. بس البرغلات ما صار له شيء. قوم خودك لا تاكل. شو ظاهر مالك جوعان؟ ولا مالك حسنان تمشي؟ شو علي؟ الأيام جاية يا نوري يا أبو جودة. شايف يا أبو عصام قديش عم يصغر بالحارة؟ وقديش الله بيحبنا لأنه ما عاد بدنا هالنسب تبعه، وحضرتك لسه بدك بنته. لك البنات مليانة بالحارة يا مرة. أنا يا رجال أنا بعرف كل شيء. أنا مالي طرطور. هو صحيح في كم بيت ما قبلوا يعطونا بنتهم، بس بقية الحارة بتتمنى الناسبة وبيعطونا بناتهم وببلاش كمان كرمال صيتنا وسمعتنا بكل البلد. بس أنا ما عاد بدي أخذ لأبني من الحارة. أنا حكيت مع أختي وبهالكم يوم بيصير يلي بدنا إياه تمام.
بس بدي هذا ابراهيم ينساها بقى، ينساها لهالبنت. لك ليش ما عم تفهم علي؟ عم اقول لك حاولت طالعه بس ابو جودت ما عم يرضى. طيب انت فوت شوف شو بده، يا ادفع له. معك تدفع؟ معي، وقد ما بدك بجيب، لمهم ما ينام اخي اليوم بالحبس، وانت رزقتك يا حالة نوري. طيب رح اجرب وان شاء الله يرضى. فوت قول يا ميسر. لو بدي طالعه كنت قبضنا ابو عصام وطالعته يا فهيم. ايه بس صارت رزقه محرزه يا سيدي. مهما صارت الرزقه محرزه ما راح تكون اكبر من الرزقه اللي عم بستناها. ما فهمت سيدي. انا عم بستنى راس حارته يجي لعندي لهول ويترجاني. اكيد ابو شهاب سيدي. مين في غيره يلي قطع رزقتنا من الحاره تجيبه لهون غصبا عنه؟ يا عيني عليك يا سيدي، فعلا انا غبي. لحتى تاكل اللقمه الكبيره يا نوري خلي راسك يابس، وقد ما فيك قول لا. قيمنا من اخوك معتز كرمال الله هلا، وفهمني بالذي يعني، عنا شغل ابدا من الحاره وما فيها. يلا يا ابو قاسم اجواتنا يا اخي. يلا يلا سكر الباب وراك والحاني انت والشباب معتز. الليلة ليلتكم يا رجال، ردوا اعتباركم بين حارات وارفعوا راس حارتكم لفوق. هالمرة غير هذيك المرة، بدي اسمع ولا وين حريمون عم تنوح عليهم كلياتهم. لا يكون لك فكري عقيد، رجالك اجوا ليبيدوا وشك قدام كل الحارات. كفو وهن ليها عقيد. رجال حارة الضبع كلها برات الحارة. وين راحوا؟ شي راح صوب الشرق وشي فات بين البساتين. لك ليش هيك عم بيصير؟ أبو الحكم مور عقيد تاخذ نص رجال ابو شك على البساتين بتنطلون هنيك. ابو غالب بتاخذ البقيه ابو شك على النهر. ايه من شفته بتعمل له لازم. تحركوا، انا عم بستناكم هون. يلا يا رجال بسرعه يا رجال. انا مجهز لهالليله هي. وين راحوا؟ طوليك انتو صحيح. يلا مو هون محلي. لا والله مو هون. الله يسامع اللي كان السبب لك. انا واقف انطر هون بس شو علي. المهم الدرب امان والله يكمله وينهي على خير.
ميت أهلين بالشباب وألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك عقيد. كله تمام؟ كله تمام. استلم عقيد. استلمنا معتز. ايه حاضر. مهون يلا معه. الله معكم شباب. يا الله يا رب. يلا خال يلا همي. افتح له. عبدو. عمرك عقيد. روح خلي ابو قاسم وابو حاتم يرجعوا اوام. صار. يلا على السرير. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. يلا سريع حطوا عندك هون. الحمد لله. الله يحميكم. عبدو تاخذ هذا الكيس وبوشك على بيت الأرملة أم فاضل، بتوصله لهنيك وبتنبه عليها، إذا بتموت من الجوع هي وولادها، هذا الكيس ما بينفتح، شو فهمتها؟ عمرك عقيد. يلا اتكل على الله. يلا شباب، شيلوا هذا الكيس والحقوني. دعيلنا عقيد. الله مع الرجال. أبو حاتم. عيوني. هذا الكيس بمعيتك، على البستان. أحكي أمرك. سلام. خاطر. يلا. يلا نشوف. يلا شباب همي همي شباب يلا. يلا يلا رحوني. يلا الله معكم سريع. يلا يا رب. يلا خال. روحي إلك خالي. هذا الكيس إلك وبتعرف شغله. أنا اللي بعرفه. يلا شباب. يلا يا رب. يلا يا رب. الله يعمي عنكم. شايف لا في لا هابوب ولا دابوب. ايه مو مبين حدا منهم. امشوا نحمل دار طريقنا ونرجع. قوموا. يلا شباب يلا وصلنا. واقف عندك ولا؟ وقعتوا ما حدا سمع عليكم يا اولاد حارة الضبع. انت شو جابك لهون هلا؟ يا كسر راسك وعلم عليك وعلى حارتك كلها. مو وقتك هلا ابو الحكم لف يستر عرضك. بالعكس هلا وقتي. استنوني ابو بشير. امور عقيد. هذا الكيس بمعيتك بتحطه عندك بالفرن. ادعينا عقيد. يلا شباب. مهونه. اجا ابو حاتم وام مرزوق. وينه؟ هون. سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طمنوني. كل شيء تمام عقيد. الكيس صار بالبستان والكيس الثاني صار بالقهوه بقفى كرسي الحكواتي. الله يعطيكم العافية. شو ما لقيت حدا؟ ما في حدا بنوب عقيد. وين بيكونوا راحوا؟ ما في بالعادة يطلعوا كلياتهم برا الحارة. البركة كانوا عاملين شي خناقة عقيد. خناقة؟ بجوز. بس وين ابو الحكم لهلا ما بيان؟ لا تخاف عليه عقيد، معه رجال بتاكل الاخضر واليابس، هذا اذا شافه حدا. السلام عليكم. شو معتز بشير؟ وصل لمطرحه خالي. عبده وينه لهلا ما بيان؟ هدي حالك عقيد، ما بقى الا يجي. عبدو لك هالسيرة كلها ما فاتت بعقلي. شلون بيقدروا عليكم وبيخلصوكم الشوال؟ شلون؟ اجونا على غفلة يا عقيد، على غفلة. كانوا أكثر منا كاتروا علينا ولولا ستر الله كنا رحنا فيها. خلاص ما كان هاد عشمي فيك يا عبدو. تستغني عن روحك وما بتستغني عن الشوال. والله ما قدرنا يا عقيد، والله العظيم ما قدرنا. عمل لك خلاص. كنت مفكرك رجال،
روح من خلتي انت وهالولاد اللي معك، الله يسود وشك انت وياه وياه، يلا اطلعوا من خلتي. ركض. درب سد ما يرد. طول بالك يا اخي، عبده ابضاي واللي قدر عليه سواه، وشه بدل على انه متكامش هو ورجال ابو النار، بس بيظهر تكاتروا عليه وما قدر عليه هون. حاجه تقول لي ابضاي بقى ابو قاسم، شلون يعني ما قدر عليه هون؟ هلا هيك صار. لا مو هيك صار، ان شاء الله مفكرني رح ابسكت يا ابو قاسم. مرني اخي، واللي بدك اياه بيصير. للشوال بده يرجع والليله بنرجعه، بس شلون؟ روح انت وابو حاتي لموني كل رجال الحاره، انا هلا جاي على الحاره. بس ما في بس، عجل يا ابو قاسم قبل ما يفتحوا الشوال ويشوفوا السلاح. يلا رايح. ها وعلمت لك عليه وعلى كل حارته. بري عليك ابو الحكم ابضاي. قال شو بدي رد لي اياها؟ ترى تعال كانك رجال. ما رح يجي ولك رح تشوف وشه. ليش انا ما بعرف؟ شو هذا ابو الحكم؟ هذا كان مع عبده عقيد. بس نحن ما رحنا لنسرق الحاره. عقيد انا شاكك بعبده، كون سارقه مش يقرني. عبده ما بيعملها. لكن ليش نقله بالليل؟ كان يخليه بالنهار قدام الناس. ابو غالي بفتح الكيس، وانتو كل واحد منكم على بيته، يلا مع السلامه. شو بتنفتح فيه عقيد؟ كله كيس أمام. اسمع الكلمة وافتح الكيس، خلصني. عم يهربوا سلاح مشان يقاتلونا فيه عقيد. ابو الحكم مور عقيد، رجع الكيس مثل ما كان. وسلاح عقيد رح يضل عنا. يا عيني عليك يا عقيد. لكن لازم نحمي حالنا منه، وبالاخص ابو عصام. ابو الحكم مور، سوي مثل ما قلت لك، سكر الدكان، وانت هات اللي بيدك والعادي. عمرك عقيد. شوال شباب. ما
هي الشوال بدين شدوا فيها الحارة أوام. يا بي مشكلة كبيرة كتير كبيرة كتير يا بي. مشكلة شو يا بي؟ رجال أبو النار سرقوا شوال قمح من عبده يا بي. ايه وخالي أبو شهاب لم الرجال وراح على حارة أبو النار. أنا راجع على الحارة يا بي. معتز استناني شوي يا بي رايح معاك. أخذوا شوال كمان؟ بعرف. بتعرف حكي؟ ايه أبو شهاب ما ببيتها بس راحت عليهم. ماجد ويلو ومسكر محرسه كمان. ها هي صفيرته جاي من ناحية المضافع عقيد. اي والله قلبي مو مطمئن. طيب خلينا نفوت نشوف شو صاير عقيد. هلا خلصونا وخلينا نتكسر بلا ما يحس عينا ابو ماجد بيكون احسن. يلا ماذا يوجد في هذا الكيس؟ هذا الكيس لي. مين انت؟ انا ابو عصام حكيم الحارة وهذا الكيس لي وكل شي جواته بيخصني لي ما بيخص حدا. ماذا في داخله؟ افتحه اذا بدك وشوف شو في جواته. انصراف
بشير خطير. روحوا شوفوا ابو ماجد وينه. الله يخلي لي اياك يا سيد الرجال. والله الحاره بلاك ما بتسوى شيء. والله لقيت النوم عنا مريحة؟ ما لا مريحة كتير. يلا بكرة بتتعود عليها بالقلعة. مشنقته بيده كراميل الحارة. طب حصان شلون عارف بس معتز ثيابه قاسم معتز؟ ايه والله وإن عم اربع بضايات جايبه معه ليش بدله؟ طيب السلاح وين والموريد وين هون؟ لا ما قالوا الاكياس اللي عليها علامة خط بتكون هي معباية وهي الكيس اللي عليها علامة. ايه وين الخربطة؟ ايه بجوز اللي معبيين بخربة تجلى من لا يخطئ قاسم. اخير سلاح متاخد من الكيس وحاطين محله القمح. شلون بقى؟ ابو النار ما في غيره. طب ما تعرفوا يا جماعة شو هالحلقة؟ ما في شيء مصدوم على اخي هو غريب. قصة السلاح فيها أخبارية، والفرنساوي مراقب وعنده علم وما رح يمضي على خير. البوارين عند أبو النار، بس هلأ ما رح أقرب ناحيته. ماشي، الأيام جاي جاي أبو النار. وأنا شو طالع بإيدي يا مو؟ والله لو ما كانت حماته حرمة لكن فرجيتها شي ما شافته بكل حياته. والله الله يصطفل فيها. أنت لا تزعلي يا مو، بإذن الله هلأ بيكون طلع من الحبس. وين رايح يا مو؟ فرايل عنده أخذ له شوية أكل. ارجع طمني عليه الله يرضى عليه. أمرك يا مو أمرك. عقلي أبو جولات برا وبده يشوفك. ايه خليه يفوت. مشي عفي تفضل عمي ابو جولات تفضل. ايمونا من السيرة هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. علينا ابو جودة. عقيد مرحبا عقيد. مرحبا عقيد. شي ليش ما عم يرد؟ ابصر شو في خاطرك عقيد. بليلة بلبلوكي وبالليل سلقوكي وبالنهار باعوكي وقبل المغرب لفوكي. وبشو بدك تحقق؟ بالخناية اللي صارت وش الصباح. بعدين في واحد من حارة ابو النار جريح مقدم شكوى ضد حارتكم، بدي اعرف مين الفاعل. لا خناقة صارت ولا هم يحزنون، واللي عم تحكي عنه ما حدا ضربه، هو وقع لحاله. عصام ليش حاجزه عندك؟ أي قصة تانية غير القضية اللي أنا جاي مشانها. هديك انتهت بأرضها. هلأ قلي بدك تطالعه لعصام ولا لا؟ ما بقدر، في شكوى ضده. بس تتنازل حماته أنا جاهز طالعه دغري. إيه شو عليه؟ بس يكون بمعلومك أبو جودة، إذا عصام اليوم ما طلع رح تاخد على خاطرك مني كتير، وأنا رح أخد على خاطري منه. صدقني يا أبو شاب أنا مطالع بإيدي شيء. القانون ما حماته يا أخي. أبو جودة القانون تبعك أنا وإنت دافنينه سوا، وإش كان من شان حماته أنا هلأ بخليها تنزل لعندك وتتنازل. إيه هيك أنت عيني يا أبو شاب. بعدين أنا بخلي مسؤوليتي. بكل الأحوال أنا هلأ رايح حقي وكمل التحقيق بحارة أبو النار.
يلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو قاسم. نور أخي. بتروح هلأ لعند فريال وبتقلها خليها تتنازل. أمرك أخي. وانتو يعطيكم العافية يا رجال، أنا رح أفكر كيف رح نرجع السلاح. سلام عليكم. على الله. سلام عليكم. خير أب بشير، في بيتمك حكي. خلصت بقى عصام، خلصت. شبنا هي أول مرة لك معتز، أول مرة. وحياة غلاومتك عندي إنه ظلم، ظلم. بعرف إنه ظلم، بس شلون إجا من قلبها تدعي عليك إنك جاي تقتلها؟ شلون؟ أنا قتلها، أنا قتلها معتز. أعوذ بالله، ما بصدق. بس خلص أنت أخي، لا تاكل هم، اليوم بإذن الله رح تطلع. الله يسمع منك يا معتز، ولك علي إني ما ورجي وشي لا هي ولا بنتها طول ما أنا عايش. ومنين بده يجي على بالك تشوف واحدة دكتك بالحبس؟ مسيك أخي مسيك، قوي لي حالك. استنى، بدنا نفتش الأكل. هات لشوف. انتهت الزيارة، يلا. ما عاد بيجوز تم أخذ الموقف من أبو عصام يا عقيد. قلبي مليان منه يا أب بشير، مليان منه. منشان اختك ام عصام؟ اذا بقول لك لا بكون عم كذب عليك يا اب بشير. ايه منشانها، منشانها انا زعلان ومقهور. بس يا عقيد شي صار وغصبا عنهم وانت بتعرفه. امي وابي رحمه الله عليهم قالوا لي نحن راحلين عن هالدنيا وتاركين اختك اماني برقبتها. حاحيها واحرسها ودير بالك عليها. كانوا يحبوها كتير وهي كانت مرضية وبدك ياني سامحه. طيب ليش ما عم تقدر الظرف اللي كان فيه؟ أنو ظرف هاد يا أب بشير؟ أبو عصام بعمره ما طلع خلقه على أختي سعاد، وحتى لو طلع خلقه ما كان لازم ينطقها. بس أنا بعرف ليش عمل هيك. وليش؟ شاف حاله كبر بالحارة وكلمته صارت مسموعة بعد ما نحن عطيناه السمعة والصيت. لا يا عقيد، أبو عصام طول عمره كبير. لا سيدي، هو كبر من وقت اللي صاهرنا. نسيت شو سوى كرمالك لما أخذك العصملي أسير؟ أنا هذا اللي ما عم بقدر أنساه، وهذا اللي مصبرني عليه. عقيد، أبو عصام بيحبك. كانت أيام حلوة يا أب بشير. أبو عصام أيامها كان صغير ومعدان، بس هلا. وهلا شو صار؟ ندل؟ لا. خاين؟ لا. لكن شو؟ ماشي عقيد، رح اقول لك كلمة قليها أبو عصام. البلد أغلى من أم عصام، البلد أغلى من أم عصام، البلد أغلى من. خليكي أنا مفتح الباب. مين؟ أنا أبو جاسم بدي التوصيل. شو بتريد؟ أبو شهاب وجهة الحارة بيقولوا لك هلأ هلأ بتلبسي أواعيك وبتروحي على المخفر تتنازلي عن الشكوى وتتصارك عصام. ما عاد صاري ويحرم عليه شوف وشي بعد اللي سوا معي، لأن اللي سوا عصام ابن سعاد لك لا بينزل لا بميزان ولا بأبان. بهدلني قدام كل أهل الحارة وأنا حرمة مقطوعة ما إلي حدا. هو كمان تبهدل بالحارة وصار مجرم بعيون هون وغسل قدره، وحقيقة جيته لعندك أنت بتعرفيها منيحة. يعني انت بتريدها يا اخي ابو قاسم؟ هلأ بتروحي ولا شو؟ واذا قلت لك لا؟ ايه انت حرة، بس اذا دري ابو شهاب انك ما رح تتنازلي رح يزعل منك كتير. ها شو؟ ما بدك تجاوبي؟ خاطرك أبو قاسم،
أبو قاسم قولي على أنتي. لك شو هالورطة اللي وقعت حالي فيها أنا؟ أمي هذا الشي ما عاد ينطق، والله ما عاد ينطق. قولي لطفية اللي عم بتقلي لي هالحكي وليه؟ والله والله لخلي لك يا محبوس شو بده يساوي أبو الشعب يساوي؟ مو هامني، خليه منوع بالحبس. ها يعني ما بدك تدعي على أبو شهاب يا أبو النار؟ ما بدي أدعي على حدا، وأبو شهاب ماله بكل القصة. أبو النار لك مين اللي ضربه؟ هذا رجال مريض بعلاته، يعني مجنون، ساعه بتلاقي رابط راسه وساعه بتلاقي عامل فارس وراكب على حصانه. شوف شوف شو عامل بحاله. شوف شو شفت بعينه؟ الله يكون بعونه، الله يعينه ويحمل معه. اسدي على الحالة لازم نسكر الضبط مشان ما نفوت بشغلات مالنا فيها. تحرك انت وياه وراي، خاطرك ابو النار. الله معك ابو جودات، مع السلامة. لك تاني مرة ما تروح تشتكي لحالك، لا اكسر لك اجرك وحبلك يا فهمت؟ امرك عقيد؟ درع. ما رضيت، الله يصلحها. تصطفي، بس انا شايف انه صار لازمها تأديبي. بنأدبها، بس شلون اخي؟ اول شغلة بتقطعوا عنها المعونة الشهرية، ولا جنس مخلوق بالحارة ببيعها غرض، لا اكل ولا خبز ولا شيء. بس هيك منكون عم نقلها موتي او ساوي شيء يغضب الله لا سمح الله. انت قول هيك لاهل الحاره، بعدين انا وياك منلاقي لها دوباره. ما رح نتركها تموت من الجوع. اذا هيك مشي اخي، انا بامرك. وما حدا من نسوان الحاره بيستقبلها ببيته، واللي بيخالف الاوامر بده يتعامل مثل منا. انا هلا رايح على المخفر مشان طلع عصام يلي قلت لك عليه نفذه. امرك اخي، تريد شيء غيره؟ تيسر هلا انت، خلي الشباب يجهزوا لي عراضه لاستقبال عصام. بدي عراضه ما صارت بالشام كلياتها، عراضه عريس. لك يا سلام عليك، خير ما بتساوي اخي. لكن ابو قاسم لكن، بضل عصام ابن اختنا ومن لحمنا ودمنا ونحن اخواله. وابن ابو عصام صهرنا. انا رايح نفذ اوامرك اخي. سلام. ظلمتك يا أبو عصام. شلون يعني؟ ها وي أبو مرزوق. عمي يعني ما حدا ببيع هالشي، لا سماني ولا خضرة ولا ضراب الصخن ولا شي. شو قال حكي أبو قاسم؟ شو ما سمعت أبو حاتم؟ بس والله هيك بتنفذوا الأوامر وما حدا من حريمكم بفوت لعندها ولا بتفوتوها لعندكم، سمعتوا؟ عمي أنا بأمر العقيد. شو أبو حاتم؟ ما لا عجبتك أوامر العقيد؟ لك أخي على رأسي وعيني، بس والله القصة. شو أحكي؟ أنا بأمر العقيد، واللي بده إياه بيصير. يعطيكم العافية. الله معك. شو مالك رضيان؟ إمتى كنا نتمرجل على الحريم؟ إمتى؟ فتح الباب مسلام. خلصنا بقى ابو جودان. بس هيك انت عم تحرجني يا ابو شهاب، وخايف اتعاقب عليها لانه في شكوى. هلا عصام قتل شي؟ لا. خلصنا بقى لك، اقطعوا بنت من عندها، حط بالضبط انه هي زعلانه منه لانه ما رجع بنتها لعصمته، عشان هيك قالت انه جاي يقتل قتل، اما هو كان جاي خانقها مخانها. بس يا ابو شهاب هذا الكلام بيضرب الست ام توفيق، لانه يعتبر ادعاء كاذب وازعاج للسلطات، وبهالحاله يمكن تنحبس وتتبهدل. ادبرها بمعرفتك ابو جوده وبدون بهدله كتير، لانها بتضل حريمي اساسا. انا بدي اياها تتبهدل. وانا كمان حابب بهدله، بس على طريقتي انا مو على طريقتك انت. انت بتأمر عقيد؟ نوري طلوا علينا وجوه الخير، طلوا علينا وجوه الخير، طلوا علينا وجوه الخير، طلوا علينا وجوه الخير، عصابوا يا وجه الخير، عصابوا يا وجه الخير، طلوا محلى طلتهم، طلوا محلى طلتهم، هذا عصاب زينتهم، هذا عصاب زينتهم، يا
مبسوطة وليلة فيا مبسوطة ماشي. يعني لو سمعتي كلام أبو قاسم مو كان أحسن لك يا مو؟ عم تتمسخري علي وليه؟ لا يا مو، بس يعني أنت مالك قد أبو شهاب، وإخوان العصام ما بيتخلوا عنه حتى لو كان في مشاكل مع أبوه. بقى شو قلتي يا مو؟ خلينا نخلص بقى. أصلاً أنت هاد اللي بدك إياه لك هاي. أنا كل شي عم ساويه مشانك يا أكالي نكرة، وأنت ما بدك إياه يرجع على الحبس، روح يا عينك لرجع على الحبس وبتشوفي. والله لطفية معها حق، أنا مالي قد العكيد. يبعت لك حمى يا فريال، شو كان صار لك لو قلتي له إنه أنا موافقة أتنازل عن الشكوى؟ بس هذا أبو جودة الدبار وعندي ما له شاطر إلا يقول والله لخلي لك يا ضغطك بالحبوس وعلى هبش بهالمصاري. مشكورين يا شباب، وإن شاء الله بنكافيكم بالأفراح. حلوان طلعت عصام على حسابي، واليوم عندي ملهوة. الله معكم. يا غريب عمنا يا عصام، ما ضل غير كبارية الحارة، شو ما بقطع مين الحلوان؟ لعيونك عمي، لعيونك. خضع عمي يا برزوق. شرفوا عمي، شرفوا. خضع عمي، خضع عمي. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا أبعز. يا الله يا رب، يا الله يا رب. شرفوا شرفوا. يلا يلا عمي، تهلين شهلين. وضع عمي الحاضر. ربي يخلي لي اياكم وما يحرمني منكم وما تشوفوا الردي يا حق. شو بدك تشربينا حلوان طلعتوا بالسلامة اختي؟ إلك علي يا عصام، متى ما ولدت بنت انت وفي راح جيب لك الولد ومن شواربك تاخده. تسلم عمي يا بشير، وإلك علي اني ما دوس بيتها ولا اقرب جنب بابا. هذا اللي متوقعينه منك، لانه بينت نواياها انه مو رايد الخير إلك. اي والله، بس خالي ما قصر فيها وأمر أهل الحارة لا حدا بيبيعها ولا حدا بيشتري منها ولا حدا بيفوت على بيتها إذا ما اعتذرت منك. الله يخلينا ياهون، هن سندنا بالحارة. لو بتشوفوا كيف حكى مع أبو جودات، ما بتقول إلا خالك رئيس مخفر وأبو جودات شرطي عنده، تقولوا لسانه أكل القط. يلا تسمحونا. صحي ربنا ما طعمني ولاد، بس أولادك عندي أغلى من الدنيا وما فيها. وقلك علي يمين يا سعاد، يلي بيرميهم بوردة لأرمي برصاصة، بس أنت ما تزعلي ولا شوف دمعتك نازلة على خدي. أنا بعرف ليش عم تبكي، بس أدعي لربنا يفرج الهم. الله يحمي ليك وما نحرم منك يا حب. خناقتين صارت بيننا وبين حارث أبو شهاب، وخناقة كبيرة، ولا مرة سحبوا علينا سلاح، يعني ما بدهم يقوصوا علينا ولا يقتلونا. طيب سلاح لمين جايبينه؟ إلون ولا معقول يكون لرجال الغوطة؟ ننسى الأيام الصعبة وبالمحبة نلم جراحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين أفراحنا. ورد وبحر ونارنجي أحلى الأسامي، زينة الحارة فرجي الياسمين الشامي. الندل بيزرع فيني يحصى
صوت شر الندالي والعز بيرجع للي عنده حكم وأصالي واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله الصبر بيتحلو بس العالم